مبادرة حسنة تلك التي قام بها شابان من خنشلة والمتمثلة في إنشاء فضاء للراحة على الطريق الرابط بين بلدية خنشلة وقرية شاندقومة التابعة إداريا لبلدية طمزة. يتمثل هذا الفضاء في إنجاز مطعم ومقهى داخل بستان لفاكهة الكرز أو حبل مملوك. البروجي يعني قلت نتشين غي قلت ومدوكلينو نساء عبد الله خلاف تاكي قال البروجي يروح يسغى طرف تمور وش هز الفكرة تاكي خصني يستثمر به مور ثنا خا ممكن قال نتشين يا أخي أما نقار خصني يستثمر بشوية نوب ربي يويت خلين السجر ونخدمي تسوح دير كلش ناتورال تسوح دير نتعاون غادي نتشاسي تيكن دي سانايا نتشاسي خدم نتشاسي دي ديكور نخدميت نخصني قبل بلاصه العائله ثاني قا فضاء عائلي للشابين مشاريع عديدة لتطوير الفكرة من خلال تشييد مسبح للأطفال ومكان خاص بألعابهم إلى جانب تخصيص جزء من الفضاء على شكل حديقة للحيوان. الرستوران القهوة نقلي جوية الولاد سيونيتينا غرنا لي باراسول العائلة ذات النيك ساقيتنا الداخل غرنا لابيسين الولاد غرنا لابيسين الولاد ساقيتنا تنيك الداخل غير نغير نقصد نوية نيقى غير نطرف هذاي ساقي مينو بربي إن شاء الله هنوفى الدعم هنوفى الولا نغني عاونا نقصد نيقى ساقيتنا نيقى مشغل حديق الحيوانات نقصد نيقى الحديق الحيوانات ساقيتنا غير نغى اي تخمام خير ربي والمشروع عظام القرآن وشي هو الإمكانيات والليش الإمكانيات والليش. قاصد المكان سيستفيد حتما من نسمات الهواء القادمة من جبال إيث يعقوب إضافة إلى الهدوء الذي يفتقده المواطن في مدننا المليئة بالصخب.